السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا. إذا المتابعين الكرام، مرتزقات البوليزاريو مجددا وفي إفلاس تام وانهيار تام يقومون بتوزيع ونشر صورة على منابرهم في مواقع التواصل الاجتماعي على أنها قصف بين قوسين لمنطقة المحبس في الصحراء المغربية، هذه المنطقة التي دائما يرفقونها في بياناتهم الوهمية، ويقولون على أنهم دائما يقصفونها ويقتلون ويسقطون ويدمرون. طبعا الحال تش حاجة من هذا الشيء ما شفنا، أنا براسي مشيت للمحبس كما شاهدتم والأمور هادئة ولا يوجد أي شيء من هذه الخزعبلات. بل متابعينا الكرام، هذه الصورة المتداولة ل يعني منابر مرتزقات البوليزاريو على مواقع التواصل الاجتماعي، بحث قصير جدا لا يكلفني سوى 15 ثانية لأحدد موقع الصورة والتي تظهر على أنها من اليمن. صورة مسروقة من اليمن يتداولها مرتزقات البوليزاريو على أنها من المحبس، وعلى أن هناك معارك، وعلى أن هناك هجومات، وأن هناك قصف وما عرف شنو. كما قلت لكم، لا يكلفني الأمر سوى 15 ثانية لأحدد مكان الصورة بالتفصيل أين توجد. وكما ترون متابعينا أمامكم على الشاشة، قمت بتقسيم الشاشة على قسمين. على اليمين تجدون الصورة أو المنشور المفبرك لحسابات مرتزقات البوليزاريو، وعلى اليسار تجدون الصورة الصحيحة والمسروقة من اليمن. بل أن أحد صفحات مرتزقات البوليزاريو بعدما تبين أو بعدما فضحت هذه الصورة اللي كانوا كيروجوا لها، يعني قامت بحذف الصورة وذهبت إلى صورة أخرى مجددا تسرق من اليمن كما تشاهدون أمامكم على الشاشة متابعينا الكرام. فهذا هو الإفلاس بالمعنى الحرفي، الإفلاس والانهيار ديال مرتزقات البوليزاريو، لدرجة كما كانوا يفعلون منذ أشهر يروجون لصور من اليمن وسوريا وليبيا على أنها في الصحراء المغربية. بطبيعة الحال يعني هذا يدل على أن هذا المرتزقة ما قدروا يديروا والو أمام الجدار المغربي وفي المنطقة العازلة، خصوصا هذه المنطقة التي كلما يحاول أي مرتزق أن يدخل لهذا المنطقة الطائرات المسيرة تكون بالمرصاد. بل متابعينا الكرام، هذه نصيحة مني، حينما تشاهدون منابر أو الحسابات ديال مرتزقات البوليزاريو على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج لمثل هذه الخزعبلات، معركة وحرب واقتحام وما إلى ذلك، مرفقة بصورة مسروقة من مناطق نزاع أخرى، عرفوا باللي شي كارثة وقعت لهم، عرفوا باللي شي مجزرة وقعت فيهم، عرفوا باللي أنه خلال الأيام القليلة المقبلة قد نرى تسريبات لهالكين جدد من هؤلاء المرتزقة الذين يحاولون الدخول للمنطقة العازلة ويتساقطون الواحد تلو الآخر. إذا المتابعين الكرام، قمة الإفلاس وقمة الحقارة لهذه الحسابات ديال مرتزقات البوليزاريو حينما تقوم بسرقة الصور من اليمن ونشرها على أنها من مناطق النزاع، ولا يعلمون على أن الإنترنت ويعني التكنولوجيا التي وصلت الآن في محركات البحث خصوصا في جوجل يمكن يعني رصد الصورة الأصلية من مكانها بسهولة تامة جدا. فمتابعينا الكرام، مجددا مرتزقات البوليزاريو الانهيار والإفلاس والبروباغاندا ديالهم تتحطم، ولم تجد أمامها الآن سوى الهلاك والانهيار. فمتابعينا الكرام، ألاكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.